يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي ليلة. النهاردة إن شاء الله أكيد هتكون حلقة مهمة جدا كالعادة، وخصوصا إن احنا بنتكلم في أمور خاصة جدا بكل الجماهير الأهلاوية، وبالتحديد فيما يخص النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللي بيستعد مباراة غاية في الأهمية الحقيقة غدا أمام فريق النجوم. مباراة إن شاء الله هتكون في الجولة رقم 29، هي جولة مؤجلة من بطولة الدوري. مباراة هتكون في تمام الساعة 7 مساء، وهتكون كمان على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، بالتالي كلنا مركزين كلنا مترقبين هذه المباراة. رغم ان النادي الاهلي يمكن الحمد لله الفتره اللي فاتت ماشي بشكل جيد جدا، سواء بدايه من مباراه المصري من ناحيه الاداء والنتيجه، فوزت 2-0، مباراه طلائع الجيش كمان المباراه الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي مباراه كانت جيده جدا كمان من حيث الاداء والنتيجه 2-1، وكمان من حيث التعديلات والتغييرات بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مستر لاسارتي، فبالتالي كلها نتائج مبشره لمرحله غايه في الاهميه مقبله بالنسبه للفريق. في غضون فتره قليله ان شاء الله هيكون في 6 مباريات في بطوله الدوري، وانت بتنافس على لقب هذه البطوله منافسه قويه جدا جدا هذا العام، مهمه قوي 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 بالنسبه للنادي الاهلي انه يفوز بالدوري السنه دي، وكلنا عارفين الدوري السنه دي مختلف، والدوري السنه دي هيكون مهم قوي قوي لجمهور النادي الاهلي، وضروري ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يساعدوا كل الجماهير الاهلاويه، خصوصا بعد الاخفاق الافريقي، وخصوصا ان المنافسه على اشدها هذا الموسم في بطوله الدوري سواء مع نادي الزمالك او مع نادي بيراميدز يمكن بعيد شويه، لكن اعتقد المنافسه خلاص ما بين اهلي وزمالك دلوقتي فيما تبقى من مباريات. 6 مباريات للنادي الاهلي هيبتدوا من مباراه الغد، مباراه النجوم. ممكن البعض يكون مستهتر شويه بالمباراه او يعني كجمهور، لكن لعيبه النادي الاهلي اكيد مركزين بشكل كبير جدا والجهاز الفني وكل حاجه، لكن الجماهير شويه ممكن بتقيس مدى قوه الفرق من مركزها او من خلال مبارياتها الاخيره. فريق النجوم بينافس على البقاء في بطوله الدوري، الامور بالنسبه له صعبه شويه في البقاء، عايز يكسب مباراه الاهلي عشان يكون عنده امال في الاستمرار في بطوله الدوري، من هنا جايه صعوبه المباراه. بالعكس هي مباراه صعبه جدا 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 ومش سهله اطلاقا. ممكن البعض يقول لك مباراه المصري كانت اصعب والاهلي كسب، مباراه طلائع الجيش كانت اصعب والاهلي كسب، لا مفيش الكلام ده خالص في الكوره. فريق النجوم فريق محترم مع الكابتن رمضان السيد المدير الفني الجديد لهذا الفريق، وبيحاول يعمل كل ما بوسعه عشان يقدر يخلي فريق النجوم مستمر في بطوله الدوري العام، فبالتالي مباراة أكيد صعبة جدا. وفي الحقيقة أي مباراة هياخدها النادي الأهلي خلال الفترة الجاية هي مباراة صعبة لا تقل أي مباراة عن أي مباراة أخرى من حيث الأهمية، يعني لأن أنت بتفكر بس في أنك تفوز ببطولة الدوري. عشان تفوز ببطولة الدوري تعمل إيه؟ تكسب أي مباراة جاية لك، كل المباريات اللي جاية مباراة كؤوس، فبالتالي مباراة النجوم هتدي خطوة جديدة للنادي الأهلي إن شاء الله لو فاز بال3 نقاط، خطوة جديدة في مشواره نحو الاحتفاظ ببطولة الدوري للموسم الرابع على التوالي، والبطولة رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي، فبالتالي تركيز كبير جدا من اللاعبين، تركيز كبير جدا من الجهاز الفني، وترقب معتاد من جمهور النادي الأهلي اللي بالنسبة له أي مباراة بالنسبة للنادي الأهلي بيبقى يوم عيد. يعني بالمناسبة كل الأهلاوية اللي بجد بيبقوا مستنيين فعلا مباراة الأهلي أيا كانت مباراة حتى لو ودية يعني، فبالتالي مهم قوي من خلال مباراة بكرة النادي الأهلي يضيف لرصيده 3 نقاط أخرى، ينفرد بالصدارة حتى لو بيراميدز تقريبا عندهم مباراة غدا، فبالتالي حتى لو كسبوا أنت لسه ليك ماتشين فارق عن بيراميدز، بيراميدز لعب أكتر منك ماتشين، تكسبهم تبقى فارق عنهم 6 نقاط. وكمان نادي الزمالك عنده ماتشات مؤجلة، لو كسب ماتشاته هتبقى أنت فارق عن نادي الزمالك نقطة، فالامور كلها اعتقد حسابات ما بين اهلي وزمالك حتى نهايه الدوري. هنفضل مترقبين ومنتظرين من هو بطل هذا الموسم من بطوله الدوري المصري، اكيد بنتمنى باذن الله يكون النادي الاهلي ويكون الفريق موفق في المباريات المقبله. طيب النهارده كان المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي اللي استعد من خلاله لمباراه الغد، وبعد المران مباشره اتجه الفريق بالاتوبيس الخاص بلاعيبه النادي الاهلي لاحد الفنادق القريبه من استاد بترو سبورت في التجمع الخامس. دي لقطات من تدريب الاهلي النهارده، فبالتالي التركيز واضح جدا، تركيز مهم جدا من اللاعبين ومدركين خلاص أهمية الفوز بكل مباراة،
مدركين بالأهم وهو إسعاد جمهور النادي الأهلي. قبل المران النهاردة كان في محاضرة مهمة من مستر لاسارتي، وهي في الحقيقة محاضرة بتبقى معتادة يعني من الجهاز الفني للاعبين، وخصوصا في ظل ضغط المباريات وفي ظل احتدام المنافسة وقوة المنافسة، فبالتالي انت بتحاول تفصل كل مباراة عن الأخرى، بتخلص مباراة سواء كسبت أو خسرت بتركز في اللي بعديها على طول. إزاي؟ من خلال هذه المحاضرات، إزاي برضو من خلال بعض اللقطات الفيديو الخاصة بالفرق اللي انت بتواجهها، وكل فريق انت هتواجهه أكيد بتركز على بعض نقاط القوة والضعف، وده اللي بيعمله الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال المرحلة الحالية. فبالتالي التدريبات كانت مهمة جدا، من خلال هذه التدريبات أو بعدها مباشرة على طول أعلن الجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسارتي عن قائمة الفريق اللي هتكون متاحة بالنسبة له في هذه المباراة، واختار 20 لاعب لهذه القائمة أو لهذه المباراة، وقبل المباراة على طول هيتم استبعاد 2 لعيبة عشان يكون قائمة النادي الأهلي 18 لاعب بس اللي مسموح بيهم ان هم يكونوا متواجدين في ارضيه الملعب، سواء ك 11 لعيب على ارضيه الملعب او المتبقيين على دكه البدلاء. فبالتالي خلينا نقول لحضراتكم القائمه الخاصه بالنادي الاهلي اختارها الجهاز الفني. في حراسه المرمى شريف اكرامي، واللي بيعود بعد فتره غياب. اخر مره كان شريف اكرامي بيتمرن بشكل طبيعي مع النادي الاهلي كان يوم 28 فبراير، يعني حوالي من شهر و10 ايام، شهرين و10 ايام كده كان شريف إكرامي بعيد عن التدريبات. ابتدى يرجع من حوالي أسبوع أو أكتر قليلا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وكان عنده مزق في عضلة السمانة. بالتالي خلاص شريف إكرامي بيدعم صفوف النادي الأهلي خلال مباراة الغد وخلال المرحلة كمان المقبلة. فبالتالي في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع محمد هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم. بمناسبه ياسر ابراهيم، البعض كان بيقول ان هو عنده 3 انذارات فمش هيلعب الماتش الجاي، لا، ياسر ابراهيم عنده انذارين فقط، فبالتالي متاح للجهاز الفني ان ياسر ابراهيم يشارك في مباراه الغد. بجانب ياسر ابراهيم، رامي ربيعه وايمن اشرف وعلي معلول المتالق جدا 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 خلال الفتره اللي فاتت كلها، وفي وسط الملعب كل من حمدي فتحي وهشام محمد وليد سليمان اللي عودته اكيد مهمه جدا، وشفنا الاهميه دي من خلال المباراه الاخيره وبعض الدقائق اللي لعبها في مباراه طلائع الجيش. بجانب كمان المميز واللي كلنا مبسوطين بيه قوي قوي هو صالح جمعه اللي بيتالق بشكل كبير، عمرو سليه كمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو، ده في وسط الملعب. بالنسبه لخط الهجوم متواجد كل من جونيور اجاييه وليد ازارو وصلاح محسن. دي قائمة النادي الأهلي أو دول 20 لاعب اللي اختارهم مستر لاسارتي لمباراة الغد. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، نتمنى للجهاز الفني إن هو يكون بيختار العناصر اللي بإذن الله ترجح كفة النادي الأهلي، ونتمنى الكفة ترجح مبكرا شوية عشان ضغط والأعصاب اللي ممكن يكون جمهور النادي الأهلي بيعاني منها مع النهايات، حتى لو طبعا نتيجة فوز النادي الأهلي في النهاية أو مع الدقيقة 90 بتبقى حاجة مفرحة قوي، يبقى فيها نسبة فرحة أكبر طبعا، لكن الفترة الجاية بإذن الله نتمنى النادي الأهلي يحسم المباريات كمان مبكرا، خصوصا ان انت بتحاول تصفي ذهنك من كل مباراه بشكل مناسب عشان تركز في المباراه اللي بعديها. وفي الحقيقه برضو يعني لازم نبص للجانب الاخر، انت حتى لما بتكسب في الدقيقه 90 بيديك روح معنويه مرتفعه بشكل كبير جدا، هذا الفوز اللي بيبقى فيه نشوه وفرحه كبيره جدا. طبعا النشوه والفرحه بعد مباراه طلائع الجيش هي كانت فرحه مؤقته، ليه؟ لان انت لسه بطوله الدوري ما خلصتش، الفرص تكاد تكون متساوية ما بينك وبين نادي الزمالك. نادي الزمالك لو كسب مبارياته بما فيهم لا قدر الله مباراة النادي الأهلي يفوز ببطولة الدوري، في المقابل النادي الأهلي لو كسب كل مبارياته بإذن الله بما فيهم مباراة الزمالك هيكون بطل الدوري. فبالتالي المنافسة قوية وقوية جدا كمان ما بين الفرقتين. بيراميدز بعد شوية بالتحديد بعد كمان التعادل الأخير ليه أمام فريق مصر المقاصة بنتيجة 1-1 بعد ما كان فاز على الأهلي والزمالك في مباراتين ورا بعض، وده بيبقى شيء طبيعي وبيحصل كتير لأندية بتقدر ان هي تفوز على النادي الأهلي ونادي الزمالك، بيبقى اكبر فريقين في مصر لما بتكسبهم خلاص بقى بيبقى الدفع عندك بتقل شويه فبتتعادل او بتخسر، يعني سيناريوهات متكرره من بعض الفرق اللي بتواجه الأهلي والزمالك وبيكسبوهم يعني. فبالتالي بيراميدز بعده شويه يعني عن الصوره، رغم ان لسه ليهم فرص لكن الفرص اصبحت ضعيفه، لكن بكل تأكيد نتمنى أن الجهاز الفني يكون بإذن الله يختار التشكيل الأنسب وكمان طريقة اللعب والأسلوب التكتيكي والاستراتيجية اللي هيلعب بيها مباراة إن شاء الله الغد بشكل كويس، ولازم نكون مركزين بشكل كبير جدا لأن فريق النجوم أكيد هيهاجم،
اكيد هو مش باكين او هم مش باكين على حاجه، هم فرصهم خلاص يعني شبه بيودعوا بطوله الدوري، عشان يحافظوا على املهم لازم يكسبوا النادي الاهلي او على اقل تقدير يتعادلوا يعني. فبالتالي هتبقى من هنا صعوبه المباراه، من هنا التركيز الكبير المطلوب من لاعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني. فده اكيد شيء مهم جدا، ونتمنى للنادي الاهلي خلاص ان شاء الله باذن الله كل التوفيق خلال مباراه الغد، ومش بس مباراه الغد، كل المباريات المقبله باذن الله. طيب من ضمن الاخبار اللي عندنا كمان، وهو تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ واللي بيقول ان الروح القتاليه سلاح الاهلي نحو التتويج بالبطولات، وده شيء احنا معتادين عليه في الحقيقه من لاعيبه النادي الاهلي على مدار التاريخ، واي لاعب بيدخل النادي الاهلي